سوق الحدادين هنايا في مراكش وسط المدينه العتيقه. كيف تتشوفوا هنايا راه هذه المساله هذه الفاجعه اللي وقعت راه يعني سببات بزاف ديال الاضرار للصناع التقليديين اللي هما منهم نيت حنايا. وكيف تتعرفوا هذا السوق راه عنده تاريخ وعنده واحد المكانه ديالته في وسط المدينه العتيقه. ودابا راه الصناع التقليديين الاغلبيه ديالهم راه غير جالسين بسبب الانهيار ديال المحلات ديالهم. وراك عرفتوا كنتو تعرفوا المدينه القديمه راه هي هشه من مده هذه، يعني ما كانش يتم الا بغى الانسان يدير شي ترميم او لا شي حاجه كانت يلقى صعوبات في هذه المسائل. ودابا راه المساله راه كملات والناس راه جالسه تقريبا واحد الاغلبيه كثيره بحال كيف الناس اللي عايشين في النواحي ديال مراكش وداك الشيء كيعيشوا المعاناه، راه حتى هنا الناس كيعيشوا معاناه اللي هي المحلات ديالهم موقفه، ما بقاوش حتى المعدات ديالهم باش كانوا تيخدموا وداك الشيء. راه كاين اللي المعدات ديالو باقيين تحت التراب، باقي كاع ما لقاش لهم الطريقه كيفاش يجبدوهم بقوه هذاك التراكم ديال التربه وداك الشيء اللي وقع وداك الشيء. وحنا تنتمنى ان شاء الله تكون شي بادره من هاد الناس، حيت هاد الشيء اللي كنعرفوا حنايا هو جلاله الملك نصره الله راه خرج واحد الدعم لهاد الشيء وبالنا هاد الشيء غادي يتم الاصلاح ديالو، ولكن ما عرفناش الوقت وهاد المده اللي غادي يستغرق هاد الشيء هذا، وهاد الناس هاد واش غادي يتعوضوا على هاد الاضرار ولا شنو غادي يكون، ما عرفناش بالضبط شنو. حنا دابا حنا كنقول في علامات استفهام، حنا حتى حاجه ما مفهومه عندنا لحد الان. وتيجيو بعض شي مسؤولين، حنا راه المساله ديال الناس راه كيمشيو تيتقيدوا في هذاك الشيء ديال انهم تيديكلاريو بالمحلات ديالهم اللي هما مضرورين بهم، ولكن مازال ما كايناش شي بادره لحد الان. حنا كنتمناو لكم ان شاء الله تكون شي حاجه اللي هي تخلي الناس يعيشوا ديك الحياه اللي كانوا كيعيشوا من قبل، ولا سيما راه دازوا من ازمات قبل من هذه الازمه هذه وتعيشوا معها. ولكن هذه راه كانت مساله صعيبه على الانسان باش انه ماشي شي حاجه اللي سهله اللي غادي يعاود يرممها بواحد من كي تنقولوا من ديك البركه اللي تعيش بها يوميا. تنتمناو يكون خير ان شاء الله، ويكون الناس يحاولوا يشوفوا بهذا القطاع هذا، حيت هذا القطاع عنده ناس ديالو اللي متكلفين به واللي تيهتموا به وداك الشيء، ولكن مازال ما شفنا حتى شي واحد من هاد الناس هادو لحد الان. ما عرفناش علاش، واش المساله باقيه تدرس او لا شي حاجه اللي هي شي حاجه اللي بالنسبه لنا حنايا كصناع تقليديين كتبان لنا مساله غامضه. قول لي بالنسبه دابا نتوما تجيو للمحل هكا ما كاين لا سقف لا والو، تجيو تخدموا ماشي من واحد النوع ديال انه الانسان تيريسكي شويه تيغامر بحياته ديالو. راه حنايا المساله راه ولينا كنريسكيو يوميا، ولينا كنجيو كنقولوا الغد اللي نجيو نلقاو المحل كمل، يعني ما بقاش على الصيغه اللي خليناها فيها من قبل، يعني هو دابا راه اصلا رهيب. وكنجيو كنقولوا الغد اللي راه غادي نجيو نلقاو اكثر من الحاله اللي هو فيها، يعني كل نهار تنتوقعوا بانه راه غادي يكون يقدر يكون أسوأ من النهار اللي فات. ولكن الحمد لله وحده دابا راه كنت كتعرفوا كان امطار الخير غادي تجيب السلامه وداك الشيء، نتمنوا يكون خير، يعني ما يتضروش الناس اكثر ما مضرورين حاليا. يعني الناس راه لا في سكن ولا في محلات تجاريه ولا محلات ديال الصناعه التقليديه، راه كلهم في حاله يرتلى. يعني تتقول اودي واش الا جات الشتاء مثلا راه الناس غادي يزيدوا يترهبوا اكثر من اكثر ما هما مرهوبين دابا. وحنا نتمنوا يكون خير ان شاء الله في اقرب وقت، هذا الشيء اللي غادي نقدروا نقولوا ان شاء الله.